ما الفرق شاسع يعني؟ طبعا زي كان بخش السوق ب 30 جنيه بجيب حاجاته كلها مستلزمات البيت، يعني هسه عشان اخش سوق الخضار داير لي 100 جنيه 150 جنيه وبرضه ما بتلحق، يعني حاجات زايده شديد. الناس تعمل شنو؟ اكيد طبعا بعد تحريك سعر الصرف سوف يكون هنالك اثر للدواء، خاصه في القطاع الخاص يكون زيادات اكيد يعني، ولكن ليس بمستوى الذي ظهر يعني في القائمه.